التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وأشواطنا في هذا الصباح أشواط سن الحقائق في استمرارية جميلة مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق. الشوط العاشر أعلنت بداية انطلاقته في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع ليحمل كذلك لنا الأبكار الحقائق. الأبكار الحقائق في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. عاشر الأشواط يحمل هذه الأسماء، يحمل هذه الشعارات من الحقائق. نسير مباشرة مع ندا حمد بن عبيد بالحلوس العامري، يقدم ندا على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، من ندا إلى المركز الثاني. الخيزل تاتي في المركز الثاني، ومحمد بن هلال بن سالم بن عبيد المخمري ياتي في المركز الثاني. هناك في هذه الانطلاقات الخيزل تاتي في هذه اللحظات، محمد بن هلال بن عبيد نعم الحميري بالعرطي نعم وشعاره بالعرطي الحميري. المركز الثالث، ثالث المراكز، غازية سالم بسعيد بن خليفة الدرعي على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت له في رابع المراكز، وهذه دمعة، هذه دمع محمد بن راشد بن حمد المدهوشي تاتي في المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، شوف اللي تحركت، لو المبارك بسهيل بن مبارك الكتبي، لوبة تاتي في هذا الاندفاع في هذه الانطلاقات. شوف اللي وصلت كذلك للتنافس والاثار، الذيبة تقدمت في هذه اللحظات، سريو بالصمغة بسريو العامري في هذا الاندفاع. وهناك ايضا وصول من الهايلة، مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، والمركز هناك سالم بسعيد بن منانة على ثامن المراكز يقدم لنا مشاهدينا العزاء هذه مرموقة. والمركز التاسع، بنشوف التاسع، وصلت لمشاهدي العزاء غزل سعيد بن محمد بن حميد بن عواد. والمركز العاشر هذه كحال سالم بن حمد بن حميد الجنيبي. هذه العشر المراكز، عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى بن حلوس، عودة إلى حمد بن عبيد بن حلوس العامري الذي يقدم لنا ندى، اللي يقدم ندى على رأس الحربة. المركز الثاني، أشوف الوصول على ثاني المراكز، وهذه شرغ سعيد بن محمد بالشرقي العامري تاتي على المركز الثاني، شرغة على ثاني المراكز. المركز الثالث كحال سالم بن حمد بن حميد لينيبي، تحركت مرموقة سالم بسعيد بن منانة، ووصلت شوف نجود وصلت في هذه اللحظات، راشد بن عبيد الوهيبي يا سلام. ولكن خلاص أعود معاه بالحلوس، روح الأمتار الأخيرة بالحلوس. ولكن شوف اللي وصلت، أعياد ولا كحال، هذه أعياد إذا هي 48. مطر بن مبارك بن سيف الأكتبي بن غويث راعي عياد. وهناك أيضا اللي هيك حال وعياد، خلاص بن غويث سلام طويل السمان، سلام على هذا الأداء، تهانينا بن غويث على هذا الفوز. كحال في المركز الثاني، سالم بن حمد بن حميد لينيبي. والمركز الثالث، من وصلت لندى لحمد بن عبيد بن حلوس العامري. المركز الرابع من وصلت في شرقه لسعيد بن محمد بالشرقي العامري. المركز الخامس لسالم سعيد بن منانة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز الأول 4 دقائق 31 ثانية
وجزئين من الثانية. تهانينا على فوز عياد، تهانينا لمطر بن مبارك بن غويث، وسلام لأهالي طوي السامان على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني 4:31 وست أجزاء من الثانية من قدم التنافس الجميل اللي هي كحال لسالم بن حمد بن حميد الجنيبي. تهانينا لك يا الجنيبي على هذه المنافسات الجميلة. والمركز الثالث بنشوف توقيتها، وتوقيتها هذه 4:34 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا حمد بن عبيد بالحلوس العامري على فوز ندى بالمركز الثالث. تهانينا للجميع.